السلام عليكم اخوان، شلونكم حبايب؟ اردكم تشوفون ذوله وبعدين نحكي. راح اراويكم اياهم. احنا مو قلنا 27 طياره طلعت 27 فحال؟ اخوان هذوله، شوف هاي حتى انتم اكبر جنايه من الشكل، اذا باوع ذيك يقول طياره، وهاي بصفها طياره. زين هذول اخوان اربعه، شوف الفرق بين هذا وهذا، يعني هذا الفحل مبين كبير، هذا الفحل، هذا شوف اخوان هذا الفحل وينه، هذا يعني هذا جاي اشر عليه، هذا مبين فحل، هاي مبينه طياره وهاي مبينه طياره، هذا فحل. زين شنو اللي صار اخوان؟ هذول اربعتهم افحل، اربعتهم طلعوا افحل، يعني عندنا بس 25 زوج، ذول الزوجين افحل. شوفهم هذول الزوجين، حبستهم لما ما مليت طلعوا افحل. ليش هسه راح اقول لكم شلون تعرف. طبعا اكبر جنايه ما يضبط الافحل والطواير 100% اذا مخاليف، يعني عمر 8 اشهر 9 اشهر ما حد يضبطها. لا يقول لي واحد اني صار لي اربي 40 سنه وازقق وهزم، يعني تعرفون هاي الشغلات يعني معروفه. فللجنايه هسه اذا تشوفون القنوات كلها يفرد الصغار، بعدين قال ها لا طلع فحل بيها، ها طلعت هاي طياره ويا الفحل، ما ينضبط 100%. ليش ما ينضبط 100%؟ سواء عليه سهل اخوان، انت منين تعرف الفحل والطيره؟ ماكو قوانين تميز الفحل والطيره، بس الفحل اذا هذا عدا اذا يفاري مثل هذا وشايل جنحه، طبعا هذا فحل، يبين فحل يتقام. شو حساب مثل هذا؟ هذا فحل طبعا ينزل يعني يتفارى، شوف هذا فحل. بس اللي مخاليف، دا احكي اللي مخاليف الصغار اللي ما تعرفها انت، هل هذه طيره او فحل ما تعرفها. زين شلون تميز الطيره عن الفحل؟ انت من تيجي تفردها انه هم صغار، تفردها شلون تعرفها؟ راسه يصير الفحل اكبر، يصير جسمه اكبر اطول، السباقات ماله تصير ناعمه مو مثل الطيره خشنه، بعد شنو ماكو يعني شكل الجسم يكون شايل صدره، يعني اكو مواصفات احنا نعرفها البراجه من العين مو من الفحص. ماكو طير انت تيجي تفحصه تعرفه طيره لو فحل، ماكو، مستحيله يعني تشوفه. يعني هسه ذول اللي عزلتهم اني راسها ناعم، الراس ناعم، الجبهه مال راسها يعني مضغوطه، راس طيره، يعني راس طيره. زين شوف هسه هاي راس طيره، الراس يصير صغير، الجسم صغير، الفحل لا، شوف راس الفحل كبير، يصير راس الفحل كبير. زين شوف ذولا طيره وفحل، شوف هاي بالامام طيره، اللي ورا فحل، شوف راسه هاي ناعم مستدق صغير، الطير يصير اخشن صاعد، الفحل من هاي نعرفه. بس اكو افحل تنطي مواصفات الطيره. احنا ما نحكي اخوان، انتبهوا الله يخليكم، احنا ما نحكي على انفاره، دا احكي على الطير اللي عمره اقل من 8 اشهر، يعني فحل بعد ما هايج ما يفاري فما تعرفه. زين يعني شوف هسه هاي هسه هذا فحل، شوف هذا يفاري انا اعرفه فحل، هذا يفاري اعرفه فحل، هذا واقف اعرفه فحل مزاوج. بس احكي على الما يبين، يعني الفحل اللي بعده محايل، خلينا نقول محايل، الفحل الحايل مبينه، الفحل المحايل ما يبين. انا هنا حابسهم وسويت لهم خانه حلوه، شوف هسه راح اراويكم الخانه شلون حلوه، سويت خانة حلوة هاي تنساد. زين وخانة جوا حلوة كبيرة، يعني أكبر طيرة وفحل يزوجون هنا، أنا وعش موجود يزوجون، حابسهم صار أربع أيام خمس أيام هذول زوجوا. شوف ذولا لين طيرة وفحل زوجوا، هذا الأدلع هسه أراويكم إياه،
هسه يصعد بمكانه هو. هسه بس هذا الادلع اللي مكعكل هسه اراويكم اياه. وينه؟ هاي يانو هاي يانو. هو طيرته، هذا هو طيرته. شوف الطير على بياض هذولا حبستهم ثلاث ايام زوج، راح لمكانه. شوف راحت الطيره من مكانها، زوجوا لزموا حله وزوجوا. بس ذولاك البذرنقات الزوج والحمر الزوج، الفحل كبير قام يفار يعرفه، فحل البدرنق كبير يفار يعرفه، بس ذول الزوج اللي اختلفت عنهم. ذول الزوج عبالي طواير طلعوا فحل، هذا التك الحمراء والتك البدرنق، يعني حتى شكلهم طيره جسمهم طيره، بس لان صغير فما يبين، يعني ما 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 عرفته ابد، ما عرفته ابد. فعلى كل هذا الموضوع اللي بتحكي لكم به. زين بالنسبه للطواير قسم بيضه، شوف هاي بيضه بيضتين، هاي بيضه وينها بعد، هذه بيضه بيضه، هاي بيضه وحده، عندنا هنا بيضتين، بيضه بيضتين، هذا نايم الفحل، عندنا هنا وين بعد، هذه بيضه بيضتين همينه، هذا الفحل وطيرته هاي الجوزيه اللي اغره، هاي الجوزيه الاغره، شوفها زين. عندنا هنا بيضة، هذه هم بيضة، خلينا نزغرها حتى تشوفوها، هاي هم من بيضة. زين عندنا هاي هم من بيضة، هاي من بيضة، هم من الحلوات، هذه من بيضة همينة، يعني تقريبا عندنا هاي بيضة، هاي بيضتي نتية البدرنج، تقريبا كلهم طلعوا، يعني بقي بيضة بعد عندنا، يعني كل اللي بيضة واحد اثنين ثلاثة ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، تسع زواج بيضة، تسع زواج من مجموع 25. زين هذه راح تبيض، هاي الجوزية راح تبيض لأن مكسور ظهره وراح تبيض، ذيك هي هاي بالقاع، هاي بيضة. فالتسعة بعدهم لأن مثل ما قلت لكم بها صغار، بها طواير من بيضة، بها طواير أول مرة تبيض، بها طواير يعني صار لفترة، بس منطيهم كل شيء كالسيوم، هيئ لهم الأمور زين، إن شاء الله يبيضون إن شاء الله. البذرنقات إخوان كل المكعكلات، يعني تمنين يطلعون طواير وفحل، طلعت كل المكعكلات البذرنقات، أربع بذرنقات مكعكلة كلها فحل، أربعة بذرنقات مكعكلة كلها فحل. وأنا عندي زوج، هذول الزوج هذول اللي قدام هذول مفحل، صاروا ست بذرنقات، طيرتين ما عندي، بس دول الطيرتين، ذولاك الطيرتين، شوفهم هذول الطيرتين، والله إي طيرتين، طيرتين بس ما مكعكلات، طيرتين صلهم بذرنقات ما عندي، يعني صار عندي اثنين فحل مكعكلة، اثنين فحل ما مكعكلة، واثنين صلهم، يعني طواير صلهم، هذول اللي صاروا عندي. ماشي حبايب، هذا عندي وياكم لهنا، ونكمل بالفيديوهات وراويكم اللي جاي يصير وما زي يصير. اوكي حبايب، مشتاقين جدا اخوان جدا، تعليقاتكم الحلوه يعني تثلج الصدر. واحد يقول لي انت قناتك كندا، واحد يقول لي يسعدني من اسمع صوتك، عمي كسبر جلدنا ترى والله من هاي التعليقات. اي والله رحم الله والديكم، ما قصرتوا، وان شاء الله احنا ما نقصر وياكم ومتابعيك، يعني اخليكم بالاخبار اول باول ان شاء الله. اوكي حبايب، في مال الله اخوان، هم ذول اللي بقوا، شوفوا انا عبالي طيره فحل طيره فحل، طلعوا اربعه فحل. شوف هذا فحل، هذا فحل مضبوط، هذا اللي قلت لكم عليه فحل مضبوط عارفه 100%، ذاك الورا فحل 100%، هاي طيره زاجده طيره طيره، هذه عبالي طيره، شوف شوف يا اخي شكلها شكل طيره، وهذه عبالي طيره. هسه نهايه الكلام، هذول اربعتهم فحل، فعندي اربع فحل زايده. زين اخوان، هذا موضوع اللي تحكي لكم عليه، موضوع اللي تحكي عليه كلش مهم، خلي اروح هناك واسولف لكم دقيقة بقوياي اخوان، نحكي على امراض، ارد احكي لكم فشي على امراض.
هي فد زبدة مال أمراض. إخوان الأمراض تعتمد كل يعني نوع فيروس أو بكتيريا تصيب نوع من الأجهزة. أكو مثلاً فيروس يصيب جهاز تنفسي، أكو فيروس يصيب جهاز الهضمي، أكو فيروس يصيب الكلية، الكبد، الأمعاء، المدري شنو. فكل واحد واحد، يعني كل واحد إلى صفة، إلى صفة واحد. زين، فهذولا أنت من تجي مثلاً أنت الطيور مصابة بسالمونيلا، سالمونيلا يصيب الكبد والكلية والأمعاء. زين، هذا من تجي أنت تنطيه مثلاً 5-in-1 تنطيه تنفسية. لعلمكم أكو فتشي خلاح فيكم إياه حتى تصير عندكم معلومات، أنا أحب المتابعين يصير عندهم معلومات. أكو شيء اسمه بلازما بروتين بايندينج، يعني الدواء بأي نوع من البروتين اللي بالدم يرتبط حتى يروح للجهاز اللي مصاب ويضربه. زين، أكو فتشي يسموه بلاد كليرنس، يعني تنقية الدم. هذا شنو؟ هذا أنت من تأخذ دواء، الإنسان الحيوان من يأخذ دواء، هذا الدواء بالحقيقة ما راح يبقى بالجسم يفتر ويا الدورة الدموية. هذا إلى فترة ينتهي، يظل الكبد يصفي 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 الكبد يطلعه، يسموه تصفية الدم أو البلاد كليرنس. هذا كل دواء إلى صفة خاصة، يعني مثلا أكو واحد يطول بالدم 12 ساعة، أكو يطول بالدم 3 ساعات، أكو. لذلك تعتمد الجرعات، تختلف الجرعات مال أدوية من دواء إلى دواء. أكو دواء يقول لك كل 6 ساعات، أكو دواء يقول لك مرتين باليوم. كل ما يكون الدواء عدد مراته قليل معناه ارتباطه بالدم عالي، عرفت شلون؟ فمعناه هذا الدواء يبقى 12 ساعة، أكو دواء يبقى 24 ساعة. هذا يقول لك خذ حبة باليوم، يعني حبة هاليوم حبة باكر. فهذا من تأخذ حبة واحدة باليوم، هذا معناها الارتباط بالبروتين كلش عالي، مو بالسهل يزيل الجسم، يزيل الكبد، ماشي؟ هذه وحدة. بعدين لا تنسى أنت كل مضاد حيوي، مثلا أنت الطيور مصابة تنفسية، أنت جيت انطيتها 4 أشكال مضاد حيوي حتى تقتل التنفسية، مو أنت يا جماعة عندك بكتيريا يسموها البروبيوتيك. هذا البروبيوتيك هي بكتيريا زينة بالأمعاء مال حيوان. هذه تسوي فيتامين بي اللي هو ضروري جدا للجسم. زين، ضروري جدا للجسم، للمقاومة، يعني هواية أمور بي. فأنت تقتل هاي البكتيريا. لذلك ينصح العلم أنه من تنطي مضاد حيوي ورا فترة العلاج تنطي فيتامين بي، فيتامين بي كومبلكس يسموه، تنطي فيتامين بي حتى يرجع يعيد حيويته، حتى يرجع الكائن الحي يعيد حيويته. ماشي حبايب؟ هذا اللي تحكيكم عليه. بالنسبة للإصابات التنفسية، أكو بكتيريا وأكو فيروس، كل واحد واحد. هذا الفيروس يصيب العين، يصيب أكو علاجات ما يصير من الداخل، أكو علاجات من الخارج. يعني إصابات العين حسب نوع الإصابة، يعني ما يحكي إخوان الأمراض هو علم كامل وحده، يعني علم كامل متفرد وحده. فاللي جاي أنطيكم إياها هي ملاحظات دقيقة وبسيطة، بس تعرفك شنو هو المرض، ليش إصابة المرض، شلون ينصاب المرض، بشكو ينصاب الطير، شنو هي الأمراض، شو تصيب هاي الأمراض. بس شيء واحد، السخونة، ارتفاع درجة الحرارة لهذا الجهاز المناعي ده يشتغل، كل طير ينصاب يسخن، هاي منتهين منها. كل طير ينصاب يصير إسهال، ليش؟ لأن نهاية الحدث مال الدورة الغذائية اللي دي يدخل الأكل عن طريق الجسم، هي دي تروح للجسم، دي تروح للأمعاء. فالأمعاء تنصاب، يعني شلون أقول لك، تنصاب دليل إصابة الأمعاء، إصابة الطير. يعني ماكو طير تشوفه ما بي لا إسهال ولا شيء وتلقي راح يموت، لا ماكو شيء، ماكو شيء. فادر أتقولكم عليه إخوان وإخوان، أي سؤال عندكم، استفسار عندكم، ملاحظة عندكم، طيرك بي شيء،
الطيره ما تبيض، ما ادري شو تسال. اسال اخوان اسال، انا اجاوبك والله بكل رحابه صدر، لا استعاجز ولا اميل ولا اضوج ولا، اجاوبك بكل رحابه صدر. اوكي حبايب، وتدللون علي خاصه هاي تعليقاتكم اللي تفتح القلب، تفتح القلب التعليقات. والله اشكركم جدا، انا اشكركم حبايب في مال.